كانت معلنة من قبل، وكان كثير من الزملاء أو لما تحدثوا، خاصة بعد قضية محمد نور خرجت وطلعت بعض الأنظمة واللوائح جديدة. طالما حكم معلومة، وفريق محمد نور سحب من دورة بخطاب رسمي حتى يتسحب، صحيح، وانتشر في التويتر. نعم صحيح، توجيه انذار، انتشر في التويتر توجيه انذار، لأن طالما أن البطولة تقام بوجود حكام رسميين تحت مظلة ومعتمدين من المكتب أو من مكتب المنطقة أو من الرئاسة، معناته خلاص ما يحق له يشارك. طبعا أنا يحز في نفسي محمد عبد العزيز، انا يوم تقول محمد ما يعرف المعلومه، انا لا انا اقول لك انت المعلومه ما تدري عنها. انا اعرف انه ممنوع يشارك باي نشاط رياضي. المعلومه اللي انا اقول لك اول مره اعرفها انه بيعاقبون اللي موجودين في الملعب. هذه المعلومه. انت تعرف، اقول لك شيء تعرف الان تعرف الان، لو ما شاء الله يعني في كل منطقه، ولكن في مكه وفي جده وقيمت دوره، وكانت الدورة هذه طبعا بعض الدورات الحواري شو تسوي عشان تعطي لا تعطي اهتمام تقول ترى احنا جايبين حكام معتمدين رسميين من الفرق ممكن يكونوا دوليين، ترى طبعا الحكم ياخذ حقه زين. تعرف لما يجيب الحكام هذول ويشارك محمد نور مثلا يعاقب الحكم، الحكم يعاقب، وحتى المكتب ممكن يعاقب. انا هذا اللي اقول لك، المعلومه تو نعرفها، ان المشاركين في المباراه اللي بيلعبها بيعاقبون، سواء كان مدرب او حتى على فكره قالوا حتى لو لاعبين في انديه ثانيه جت تلعب برضه. لا شوف اللفته الرائعه من الامير عبد الله بن مساعد لما حاول ان البعض يكبر الموضوع. اول شيء قدر هذا اللاعب نفسيته في هذا الحدث، ثاني حاجه بنفسه، يعني كان ممكن انه هو يرسل اي واحد ويقول له روح خذها، لكن بنفسه جاء عشان يبين، اول يعطي له الصفه النظاميه، هذا ثاني حاجه تقدير لمحمد نور وتقدير لنفسيته. طبعا انا بقول ممكن انه محمد نور محبته في دعم الجماهير، محبته في وجوده، لكن اللفته الرائعه من الامير عبد الله. اي بس قال الدكتور تاو لا هذه ما فيها شيء، يعني اللي يجي ملعب يحضر مباراه هذه ما فيها شيء. هي المشكله في المشاركه يا ابو فارس، لأنه ممكن يحضر كواحد مشجع. ما حد يقدر يقول عندك الدور يا خالد قاضي عندك، فلذلك انا بكل امانه انا بكل امانه يحز في نفسي اللي يصير لمحمد نور. انا زي ما تكلمت من شوي وقلت عندنا رموز في الرياضه كاعضاء شرف وكشرفيين، ايضا عندنا رموز رياضه كلاعبين. في لاعبين انا صراحه يعني ما اقبل، انا بالنسبه لي لعبد العزيز مريسل ما اقبل يوصلون لمثل هذه المواصيل. اتكلم عن ياسر قحطاني، اتكلم عن محمد نور، اتكلم عن سعود كريري، اتكلم عن اللعيبه المميزين دولي. قد يرتكبون اخطاء، انا ماني قاعد اقول شيء، لكن اتكلم عن هؤلاء اللي عاصروا او حققوا لنا امجاد مميزه على مستوى الانديه وحتى على مستوى المنتخبات. انا بالنسبه لي هذولي نحاول قدر الامكان نوقف معهم، نحاول قدر الامكان. الامجاد ما حمت مارادونا. مارادونا حالة استثنائية. مارادونا جاب نفس المشاكل على مستويات كبيرة، يعني ما في مقارنة بين الحالتين، يعني ما في مقارنة أبدا. لذلك عموما أنا أقول بالنسبة لمحمد نور، أتمنى من كل قلبي، إن ما أدري أنا إذا محمد نور رفع استئناف أو لا، يعني يستسلم الامر الواقع، خلاص ما في استئناف تحت. اذا استسلم انا بالنسبه لي اتمنى اعتقد كانوا يقال حتى وان كان محمد نور يظل في النهايه اسطوره، شاء من شاء وابى من ابى. ما حد يقدر يقول غير هالكلام، اسطوره، لاعب حقق ارقام غير طبيعيه على مستوى الانديه، على مستوى ناديه، او على مستوى حتى مستوى نادي النصر، او على مستوى المنتخب. اوكي مشجع اليوم انا اهلاوي، شفته في فيديو موزع على الهاتف، عمره يمكن لا يقل عن 8 سنوات، قال مين يقدر ينسى محمد نور الاسطوره؟ ما حد، ما في، ما تقدر. شوف نتفق نختلف في النهايه، يعني شوف ممكن الان نتفق ونختلف على موضوع اسطوره ما اسطوره واو، يعني مثلا تروح سامي الجابر يظل لاعب كبير، يظل اسطوره، ما حد يقدر يقول شيء. ماجد عبد الله ما حد يقدر يقول، قصدك تتفق تختلف، يظل لاعب له وضعه وله جماهيريته وله ارقامه وله انجازاته، ما تقدر تقول غير هالكلام. بس في ناس تاريخ، في ناس يبحثون عن الشهره من خلال محمد نور، يعني في ناس
تهاجم على يعني. اي زي مثلا الاخ بدر السعيد اي شيء يتعلق بمحمد نور على طول هبا. لا بدر السعيد بدر السعيد مع احترامي لبدر السعيد في ناس في ناس حاله استثنائيه بدر السعيد ليه بالعكس كان تراه كله صحيح يعني محمد نور يعني كله راه كانت صحيح من البدايه بس في النهايه من البدايه في ناس قاعده تبحث عن لا لا انت تعتقد كذا الشخص يقول وجهه نظر يقول رايه ممكن يحتمل الصواب يحتمل الخطا صح من اصلا بالنهايه بدر السعيد ما قال راي بدر السعيد كان يقدم معلومات كان يقدم بدر السعيد كان يقدم يقول لكم يا جماعه الخير كذا وكذا وكل اللي قالوا سووا كذا وسووا كل اللي قالوا طلع في النهايه كلام صحيح طلع لا بدر السعيد بدر السعيد لحظه لو رجعت الحوار للكابتن حسام غالي يتهم لجنة المنظمة حولتوها ما هو السعودية ما هو شخصي احنا نتكلم لك عن لا صوت لا تمرر ما هو كيف شخصي انت اخذ من بدر السعيد عشان حالة معينة لنادي معلش اوكي يجب ان نرتكب بالحوار خلاص بدر السعيد ان شاء الله بعد سنة بيكون رئيس نادي الهلال ورئيس لجنة الوادع احنا نتكلم لك عن موضوع مهم الان الكابتن محمد نور يعني ملاحقته حتى في ملاعب الحواري يعني هل ترى انها طبيعي معليش قانون احنا ما نقول تلاحقه حتى في الحواري هل هذا سمعت القنباز وش قال يعني ما في سمعت القنباز وش قال في محامين يظهرون في محامين يظهرون مفهد من لاحقه ما نقول انا ما بتكلم لك عن قانون في ناس يلاحقونه لا محامين يبغون يشتهرون عن طريقه هذه الشخصيات المشهوره جدا واللي طال عمرك لها مدرج كبير فيه ناس تبحث عن الشهرة من خلاله من خلال الإساءة له بس شهرة سلبية دي البحث شهرة سلبية دي إذا كان مثلا بأطلع أنا بأطلع أنا وأقول ماجد عبد الله ده والله خليني أخذ ماجد عبد الله في هذه شهرة سلبية ما حد بيصدقني لكن أنت تتكلم على بدر السعيد ما كان يطارد كان يقول معلومات محمد كان يقول ما يحق له اي ما يحق له ما قال لا محمد الشهرة السلبية وأنا أعرف إنه نجم وقلل منه لكن تكلموا عن محمد هنا يا رجل في غيبة وفي ناس محامين يتكلمون عن محامين محمد الشطات وهم ما يعرفون في المنظمة محمد كلامك على متم وكلام ابو فارس صحيح الرجل قدم معلومات لكن الرجل طريقة تقديم المعلومات كان فيها تشفي من محمد نور لا أعوذ بالله إذا فيها تشفي لا ما في نوايا واضحة حتى تغريداتها كانت واضحة ما في نوايا شوف أنا سمعت مع احترامي لك يا أستاذ عبد العزيز واحترامي للأستاذ أبو سعود أبو فهد أنا شفت نحن شوف لأن قد أكون أنا شوف أنا كنت أنا أكثر من أنتقد محمد نور على مستوى جوانب في تخص تدخل زي حسين عبد الغني في العمل الإداري لكن أنا كمان هنا لما أشوف الواحد رجل في مقامة ومقام الأستاذ القدير بدر السعيد إنه كان بيقوم بدور توعية صح كان البرنامج اللي بيطلع فيه في بعض الألفاظ اللي هي ما تخص بدر السعيد في جوانب أخرى كانت تعطي انطباع إنه في ناس ضد محمد نور هذولاك ما لي شغل فيه لكن هو رجل كان يقدم لي مادة علمية لا بس إلى وقتها كان حاضر عمل لا لا بس كان يتشفى أنا شفت أنا شفت حتى تغريدات أنا شفت هذه نوايا عبد العزيز كان يناصر عبد العزيز حتى تغريدات لا لأنه في ناس يردد دائما يقول أحب محمد نور أسطورة وأبغاه كذا كان دائما يقول كذا شوية بس شوي ثم يدس السم في العسل شوف الحين قبل شوي القضية عن الاتحاد تكلم محمد هي جرت نفسها بس قلت خلك في المحور الحين محمد نور حديث صالح القنباز محمد صالح القنباز ويرجع الموضوع للبدر انت طرحت وجهه نظر بس ما توصل ان الا يتقصد يتشفى رجل موجود بس إننا نتفلى الناس كتبوا وراهم بنوا على اراء بدر نتفلى حق الرد ولكن هل ما طرح في قضيه محمد نور اساء البدر السعيد خل لا ما طرح في قضية محمد ما طلع منها البدر لا كلنا متحسرين عن هالموضوع لا بس الفرق الموقع هذا الأمين العام السابق للجنة لا تفرق لا وكان مخلص وصادق في كل أقواله وعطم أنا ما تقيمه يا أبو فارس وش المعلقات يا أبو فارس والجزئية الثانية عشان محمد نور لحظة يا عدنان كان صادق ومخلص والله وأنا محاسب شوي بس عدنان شوي الجزء الثاني انت ليش يعني كل لأنه في ناس لأنه ضللوا محمد نور
ووقعوا لانهم استفادوا بالقوانين بدر قالوا لا تفتح ماديا واشياء كثيره. ابو فارس ابو فارس على معلومه ابو فارس انا انا اعرف هذا الرجل من خلال عمله في عطنا فاصل مع حفاظ انتم معاه.